إني أظن أن من الضروري على هؤلاء الإخوة إذا يريدون تقدم يراعوا هذه الأمور الثلاثة في أنفسهم. أولا العلم الكثير ومتنوع العلوم الأدبية، الفقهية، العقائدية، علم الاقتصاد، علم السياسة، علم الاجتماع، علم النفس وغير ذلك. فمن الضروري أن الإنسان يربي نفسه على العلم الذي لا يعرف الكلل. وأكو مثل عن لسان العلم أن العلم قال أعطني كلك أعطك بعضي، يعني أصرف لي كل أوقاتك، 80 سنة 90 سنة 100 سنة أكثر أقل حتى أعطيك بعضا مني. العلم بحر، وهذا البحر حتى إذا 100 سنة أخذت منه لم ينقص منه شيء. وإذا أردتم أن تعرفوا مقدار علمكم بالنسبة إلى العلوم الموجودة اذهبوا إلى إحدى المكتبات العامة، ترون في المكتبة 80,000 كتاب. كم تعرفون من هذه الكتب؟ ثم هذه المكتبة الموجودة وفيها 80,000 كتاب، هذا مو شيء مهم. الآن أكو مكتبة في موسكو فيها 9 ملايين كتاب، وأكو مكتبة في نيويورك فيها 36 مليون كتاب. فما نسبة علمنا إلى 80,000 كتاب؟ ثم ما نسبة علمنا إلى 9 ملايين كتب؟ ثم ما نسبة علمنا إلى 36 مليون كتاب؟ لا شيء. وحتى الذي اشتغل 100 سنة بالعلم، الضروري الشيء الأول أن يربي الإنسان نفسه على العلم المستمر. أحد علمائنا وهو صاحب العروة الوثقة وتعرفونه، هذا قبل 80-70 سنة، هذا يذكرون في أحواله أنه كان يجعل لنفسه تفكيرا في مدة ذهابه إلى السوق ليشتري اللحم، ويجعل لنفسه تفكيرا في مدة ذهابه إلى صحن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حتى لا تضيع هذه الفرصة. إضاعة الفرصة غصة، الإنسان إذا أضاع الفرص يسبب لنفسه الخسار. وفي حديث آخر عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: انتهزوا الفرص فإنها تمر مر الصحاب.